لم يقتصر الهجوم الإلكتروني الذي تتعرض له الولايات المتحدة على مؤسسات حكومية حساسة كوزارتي الدفاع والخزانة وأنظمة الصحة العامة، بل وصل الأمر إلى أكثر الأماكن حساسية وخطورة، الإدارة الوطنية للأمن النووي. وليس هذا فحسب، بل تمكن القراصنة من اختراق شبكات الإدارة المسؤولة عن الترسانة النووية وفق مسؤولين أمريكيين. الغريب في الأمر أن وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية تؤكدان أن الاختراق مر عليه ما لا يقل عن 9 أشهر دون أن يكتشفه أحد، معترفة بأن القراصنة أظهروا صبرا وأمنا عمليا وحرفية معقدة في هذه الاختراقات. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين فيدراليين أن القراصنة استخدموا تقنيات تشير إلى أنهم خصم ماهر مستعد لإنفاق موارد كبيرة للحفاظ على سريته. لجنة الرقابة والأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي أعلنت فتح تحقيق في الهجوم، فيما أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن المحققين يعتقدون أن كشف مدى تأثر الشبكات الأمريكية بعملية القرصنة سيستغرق شهورا. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دخل على خط الأزمة، إذ قال إن هناك كثيرا مما لا نعلمه عن الهجوم الإلكتروني، مؤكدا أن الهجوم يشكل قلقا كبيرا للولايات المتحدة. شركة مايكروسوفت أعلنت بدورها أن الهجوم استهدف أكثر من 40 من زبائنها، يقع نحو 80% منهم في الولايات المتحدة. مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق أن متسللين يعتقد أنهم يعملون لصالح روسيا هم من يقف وراء الهجوم، وأن الذي اكتشف حتى الآن ليس إلا قمة جبل الجليد. اتهام فنده المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف نافيا وقوف بلاده وراء الهجوم.